السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد يخص حساب المساحات والحجوم. إذا شفنا في الفيديو السابق حساب مساحة حيز محصور بين منحنى دالة ومستقيمين متعامدين ومحور الأفاصيل. إذا عوض دابا نعوض محور الأفاصيل بدالة أخرى، غادي تولي حيز مساحة حيز محصور بين منحنيين لدالتين مع مستقيمين متعامدين x كيساوي a و x كيساوي b. اذا سوبوزون عندنا داله f داله g، بغينا نحسبوا حيز مساحه الحيز المحصور بين f و g، بمعنى تكون عندنا الداله f دو x ناقص g دو x. هذه هي الداله f عندنا في هذه الحاله. اوكي، مي بتحسب المساحه شنو كندخل هنايا؟ دائما لا فالور غاوسيلي، لان هذا الفرق هذا ماشي بالضروره غادي يكون موجب على الانترفال ا بي اللي كيكون عندي. اوكي، إذن هذه هي S دو دلتا F دو X ناقص G دو X، لفالور أبسولي دو دو X. هادشي كامل في نضربوه في وحدة المساحة. إذن غادي نعطي الحالات الممكنة لهذه القيمة المطلقة. قلنا مثلا عندنا الدالة دائما المجال أبي هو هذا، هادو ها أ ها بي، X كيساوي B X كيساوي A. إذن في الحالة فاش غادي تكون F فوق دالة G، C دو F دائما فوق C دو G. إذن هاد الدالة اللي هي F ناقص G غادي تكون موجبة، وبالتالي لا فالور غاوسيلي ديال F ناقص G ما هي إلا F ناقص G، بمعنى أن المساحة ديال هاد الحيز هذا شكون هو؟ S هو التكامل ديال F ناقص G دو إكس ب دو إكس من أ لب مضروب في وحدة المساحة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شكون هي؟ هي حيت غادي يكون دالة تكون دالة سي دو جي فوق منحنى الدالة سي سي دو إف. إذن في هذه الحالة قلنا فوالا سي دو جي إكس كيساوي ب إكس كيساوي أ. دونك عندنا سي دو هو هنا. اذا ناخذ اف ناقص جي، عندنا اف ناقص جي غادي نلقاوها نيجاتيف، بما ان دخلنا لا فالور ابسولي دونك لا فالور ابسولي غادي ترجع الداله موجبه، هذا الفرق خصو يولي موجب. اذا شنو غادي ندير هنا في حساب المساحه؟ دونك غادي ندير التكامل اس دو ديتا اللي هو هذا الحيز هذا، دائما غادي يكون تكامل من ا لبي. لا فالور ابسولي دو اف ناقص جي قلنا راها سالبة اف ناقص جي، بمعنى غادي نضرب في ناقص. إذا ضربت هذه كاملة في ناقص هنا شنو غادي تولي؟ ناقص اف زائد جي، بمعنى تولي هنايا العكس، جي دو اكس ناقص اف دو اكس دي دو اكس. نحسبو هاد الانتيغرال هذا ونضربوه في وحدات المساحة اللي كناخدوها دائما من نص ديال التمرين. الحالة الثالثة هو مثلا تعقدنا الدالة F هي هذه، الدالة G هي هذه، ناخدو لانترفال أ بي هو هذا، ها أ ها بي، قلنا هذا هو سي دو F، هذا سي دو جي. إذن أشنو خصني هنايا؟ خصني ندرس الوضع النسبي بين الدالة F والدالة G، لا بوزيسيون غولاتيف أونتخ سي دو F إي سي دو جي. باش نلقى لا بوزيسيون غولاتيف شنو خصني نلقى؟ نلقى حل المعادلة ديال اف دو اكس كتساوي جي دو اكس. إذا الحل ديال المعادلة اف دو اكس كتساوي جي دو اكس غادي نجيب نقاط التقاطع. إذا عندنا المنحنى ديال الدالة اف مع منحنى الدالة جي، لي بوان دانترسيكسيون اونتخ سي دو اف و سي دو جي، وعندنا لو بوان دابسيس سي و لو بوان دابسيس دي. صافي، عندنا دو بوان دانترسيكسيون، النقطة الأولى النقطة الثانية، بمعنى أن الحل ديال المعادلة اف دو إكس كتساوي جي دو إكس إيكيفالون أن إس كتساوي سي أو لا دي. هذا هو الحل، مزيان. عاد ندرس الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف. دونك ناخدو لا بوزيسيون غولاتيف دابا، ثم إكس دائما كناخدو المجال أ بي على من بين نحسبو المساحة، مزيان. عندي هنايا إف دو إكس ناقص جي دو إكس كتساوي صفر فوقاش في سي في الدي، ساعتين هنا زيرو وساعتين هنا زيرو، مزيان. إذا نرجعو دابا للمنحنى،
عندنا هنايا سي دو اف على المجال ا سي، سي دو اف فوق سي دو جي، وبالتالي الفرق ديالهم كي غادي يكون هنايا موجب. هنا عاوتاني سي دو جي فوق سي دو اف، وبالتالي الفرق ديالهم هنايا الفرق ديال اف ناقص جي، درنا الصغير ناقص الكبير، غادي يعطينا نتيجة سالبة. هنا غادي يكون موجب. اشنو كنترجمو هاد زائد هاد ناقص في لا بوزيسيون غولاتيف؟ لا بوزيسيون غولاتيف اونتخ سي دو اف و سي دو جي. اذا هنا غادي نقول ان سي دو اف اي او دي سو، هنا غادي يكون سي دو اف اي اون دي سو اكسيتيرا. اذا اشنو كيهمني انا؟ كيهمني هذا الفالور ابسولي كيفاش نزولها. اذا دابا اذا درنا لا فالور ابسولي دو اف ناقص جي، فان بما ان اف ناقص جي موجب على المجال ا سي، غادي تبقى هنايا اف ناقص جي. بما ان اف ناقص جي سالبه، لا فالور ابسولي شنو غادي نديرو لها؟ نضربو الداله كامله في ناقص، غادي تولي هنايا جي ناقص اف، وهنا غادي تكون اف ناقص جي. دونك المساحه ديال هاد الحيز هذا اس تو دير دار، اشنو غادي يساوي؟ تكامل من ا لسي ديال اش ديال اف ناقص جي دي دو اكس، زائد تكامل من سي لدي ديال جي ناقص اف دي دو اكس، زائد تكامل من دي حتى لاش لبي ديال اف ناقص جي دي دو اكس. حنا نحسبو هاد الانتيغرال كامل هذا، غادي نضربوه كذلك في وحدات المساحة. إذا هذا فيما يخص حساب مساحة حيز محصور بين منحنيي دالتين. فهمنا؟ وفي الغالب في المتحف الوطني كيعطيونا هنا منحنى الدالة F مع مستقيم مائل. مستقيم مائل هو بالنسبة لكم جي، يعطيك مستقيم مائل معادلته Y كتساوي AX بلس B. إذا هاد Y أنت غادي تسميه أنت بحال جي دو X، وتجي وتبقى الفرق دير F دو X ناقص ا اكس بلس بي، وغادي يكون ديجا عاطيك انت الوضع النسبي باش تلقى القيمه ديال لافالور ابسولي باش تحسب المساحه. اذا نمر مباشره لحل التمرين. هنا لو بلون اي موني دان روبير اورتوغونال، اذا بما ان اورتوغونال بمعنى ان المنظم ديال اي غادي تلقاوه كيخالف واحد، او المنظم ديال جي كيخالف واحد. افيك لا نورم دو اي كيساوي جو سنتيم، لا نورم دو جي كيساوي 1 سنتيم. كالكولي لير دو دومين ديال دا ديليميتي بار سي دو اف اي سي دو جي، اي لي دغوات اكس كيساوي 0 اي اكس كيساوي 2، افيك اف دو اكس اكس كاري اي جي دو اكس كيساوي 3 اكس موان 2. فهمنا؟ اذا اول حاجه خصني نحددها شكون هي؟ هي وحده المساحه. قلنا ان ميرا شنو كتساوي بالنسبة لنا؟ ميرا كتساوي المنظم ديال اي فوا المنظم ديال جي. دونك نعاود المنظم ديال اي شكون هو؟ هو جوج سنتيم في واحد سنتيم، سنتيم سنتيم هو سنتيمتر كاري، دونك كتعطينا جوج سنتيمتر كاري. اذا هذه وحدة المساحة، واحد ميرا هي جوج سنتيمتر كاري. مزيان، اشنو خصنا نديرو؟ بغينا الحيز المحصور بين السي دو اف والسي دو جي، خصني ندرس الوضع النسبي. باش ندرس الوضع النسبي بين منحنى الدالة اف والدالة جي، قلنا خصنا نحلل المعادلة. قلنا اف دو اكس كتساوي جي دو اكس يكافئ اكس كاري كتساوي 3 اكس موان 2. دونك تكافئ ماذا؟ ان اكس كاري موان 3x بلس 2 كتساوي 0 تكافئ. اذا لاحظوا حيت كتكون عندنا معادله من الضريبه الثانيه، دائما تبقى تجرب هذه الخاصيه. اذا كان ا زائد ب زائد سي كيساوي 0، فان واحد جدا لهذه الحدوديه، وبالتالي هذه غادي تكتبها شكل اكس ناقص 1. مزيان. دونك بما ان الدوغري هنايا هي جوج وهاد الكوفيسيون هو واحد، غادي تكون هنايا اكس. اشنو مازال لينا؟ مازال لينا نحددو هاد الكوفيسيون هذا اللي هو جوج. باش نحدد هاد جوج غادي ندير ناقص واحد نضربو في واحد العدد الفا اللي يعطيني جوج. اذا شكون هو العدد الفا اللي نضربو في ناقص واحد والنتيجة هي جوج؟
إذا من طبيعة الحال يكون ألفا هو ناقص ناقص اثنان، مزيان ناقص ألفا غادي نلقاوها هي ناقص اثنان، غنقسمو هنايا على ناقص واحد، دونك ناقص اثنان كتساوي زيرو. هاد لا ميثود كتكون سريعة على طريقة ديسكريمينا. إذا يكفي أن إكس كتساوي واحد و إكس كيساوي جوج. ألوغ الطابلو دو بوزيسيون غولاتيف دو سي دو اف اونتر سي دو اف و سي دو جي غادي يكون على هذا الشكل. أولا ندرسو الإشارة، ندرسو الإشارة ديال اف ناقص جي. دونك ألوغ لو سيني، لو سيني دو اش كتساوي اف موان موان جي. إذا عندنا هنايا إكس مجموعة سالب ديال إف راه هي مجموعة سالب ديال جي علاش أنهما دالتين حدوديتين، دونك إر موال لانفيني بلوس لانفيني. هنا قلنا أش و أش كنا هي هي إف ناقص جي. إذا عندنا الدالة أش تنعادم فين؟ في واحد في جوج، واحد في جوج كتعطينا الدالة أش زيرو. ليماج دو دو باغ لا فونكسيون أش هي زيرو، ليماج دو أن كتساوي كذلك زيرو. إذا شنو مازال لينا هنايا ندرسو الإشارات. هنا كنشوفو المعامل، شكون المعامل ديالنا؟ هو واحد. دونك إشارة أ عكس إشارة أ إشارة أ. رجعو دابا للانترفال لي عطاو لينا هما، عطاو لينا انترفال زيرو دو زيرو دو. إذا فين عندي هنايا الزيرو؟ زيرو غادي يكون قبل من واحد، ها هو ها جوج دو. دونك الصورة ديال صفر يسبوها بالدالة أش، دونك صفر ناقص صفر زايد جوج، بمعنى النتيجة ديالو هي جوج. مزيان ما جبناش هنا في النتيجة. المهم عندنا هنايا ما بين زيرو و واحد راه نتيجة موجبة، ما بين واحد و جوج نتيجة راها سالبة. ندوزو نخدمو القاعدة. دونك اس دو ديلتا اشنو غادي تكون كتساوي هنايا؟ قلنا تكامل من صفر حتى لجوج لا فالوغ ابسولي دو اف دو اكس ناقص جي دو إكس دي دو إكس مضروب في وحدة المساحة. إذا يساوي تكامل من زيرو حتى الواحد ديال إف دو إكس ناقص جي دو إكس دي دو إكس بلوس تكامل من واحد لجوج ديال أش العكس. نعطيو لا فالوغ أبسولي ديال هادي اللي عسالي غادي نعكسو الترتيب، تولي هنايا جي دو إكس ناقص إف دو إكس دي دو إكس. إذا النتيجة هادشي كامل كذلك مضروب في وحدة المساحة، دايما منساوهاش. إذا النتيجة هنايا قلنا تكامل من زيرو لواحد ديال إف ناقص جي بمعنى إكس استثنان ناقص تلاتة إكس زائد جوج دي دو إكس زائد تكامل من واحد لجوج العكس، بمعنى غادي تكون هنايا ثلاثة إكس ناقص جوج ناقص إكس كاري. هادشي كامل نضربو في ناقص، مزيان دي دو إكس. إذا الدالة الأساسية ديال إكس استثنان هي إكس على بويسونس تخوا سيغ تخوا موان تروا إكس بمعنى تروا إكس كاري بلوس دوز إكس من زيرو لواحد ناقص الدالة الأصلية ديال تلاتة إكس راه هي تلاتة إكس كاري سيغ دو موان دوز إكس موان إكس على بيسونس تخوا سيغ تخوا من هاش من زيرو كذلك من واحد لجوج. إذا هنا مازال لينا فقط الحساب. إذا الصورة ديال واحد إذا عوضنا هنا بواحد غتعطينا هنا واحد على تلاتة ناقص تلاتة زائد اثنان. الصورة ديال صفر غتمشي كاملة ناقص صفر زائد الصورة ديال جوج. دونك تلات جوج استثنان هي ربعة، ربعة مقسومة على جوج هنايا غتعطينا إذا هنايا عندنا تلاتة إكس راه عندنا تلاتة إكس إكس استثنان على اثنان، إذا هنايا ديجا على جوج. إذا إلا عوضنا هنا بجوج عطينا جوج استثنان هي ربعة، أربعة على جوج جوج، جوج في ثلاثة راها ستة ناقص
جوج بجوج ناقص 8 ناقص 4 نعم، جوج بجوج 3 هي 8 ناقص 8 على 3 ناقص ليماج دو ان. اذا الصورة ديال واحد هنا ناقص الصورة ديال واحد، الى عوضنا هنا بواحد تعطينا 3 على جوج ناقص جوج ناقص واحد على 3. واش غادي يكون عندنا هنا باش نحتسبو؟ نعم. اذا عندنا ناقص ناقص ولي زائد، واحد على 3 زائد واحد على 3 هي جوج على 3، ناقص ناقص ولي زائد زائد جوج هي 6 صافي هي 4، و 4 زائد 6 هي 10، ناقص 4 هي 6 بلوس 6. قلنا هنايا ناقص 3 على 2 ناقص 3 على 2، دونك إلا جمعناهم غادي تولي ناقص 3 ناقص 8 على 3، تبون النتيجة النهائية. دونك جوج على 3 ناقص 8 على 3 هي ناقص 6 على 3، 6 ناقص جوج راه هي 3، النتيجة هي ناقص ناقص 2 زائد 3 إذا يساوي 1. إذا هادشي كامل قلنا مضروب في 100، إذا من الأفضل من هنا من البداية ما نضربوش هنا في 100 حتى التالي، نحسبو النتيجة ديالنا. إذا بغينا نحسبو غير هاد التكامل هذا، التكامل يساوي دونك اس دو دلتا غتكون هي واحد فوا مي ا، و مي ا قلنا هي جوج سنتيمتر مربع، دونك غتعطينا واحد في 2 اللي غادي تساوي 2 سنتيمتر اوكار. تخي بيان، اون باس على تروازيام اكزيرسيس. اذا نمر الى حساب حجم مجسم الدوران. اذا شكون هو مجسم الدوران؟ اذا كتكون عندنا الداله اف معرفة على المجموعة التالية فيها على مجالين اي سوبوزون اي. مزيان، اذا ناخذوا هذه الاله هو نطيبها ال بي. اذا لاحظوا هنا شنو غادي نديرو باش نلقاو هذا المجسم الدوران. الى خدينا هذا المنحنى ودورناه دورة كاملة حول محور الأفاصي، حول المحور او اي، اذا غادي تكون لنا واحد المجسم. هذا المجسم كنسميوه مجسم الدوران، سوليد دو ريفولوسيون. اذا سوليد دو ريفولوسيون ما كنهضروش على المساحه تما، كنهضروا على الحجم. اذا سوبوزون عندنا لا سيميتري دو اف دو ا غتكون هي هادي، مزيان، لا سيميتري دو اف دو بي سوبوزون ici، دونك اذا المنحنى تقريبا نديرو بحال هكا. اذا الى خدينا هذا المجسم هذا اذا غادي يبان لينا انه كيمثل لينا واحد الشكل اللي عنده واحد الحجم معين. مزيان، دابا هنايا بغينا نعرفو كيفاش نقدرو نحسبو الحجم ديال هذا المجسم هذا. مزيان، اذا الحجم ديال المجسم تو سامبلومون هو المجموع ديال المساحات ديال هاد لي سيكسيون. صافي، هاد لا سيرفاس لي كتبان ليكم هنا مع هاد لا سيرفاس لي راه غادي تكون هنا مع لا سيرفاس لي راه الثانية اكسيتيرا، إلا جمعنا لا صوم ديال هاد المساحات هادو غادي يعطينا الحجم ديال هاد المجسم. إذا أشنو خاصنا هنا نعرف غير كيفاش نحسب مثلا أنا المساحة ديال هاد لا سيكسيون لي كتبان ليا هنا، نتوما كتحسبو المساحة ديال هاد لا سيكسيون، شنو غادي دير؟ هذه راه عبارة عن قرص، هذه راه عبارة عن قرص أو دائرة. كيفاش كنعرفو نحسبو المساحة ديال الدائرة؟ دونك المساحة ديال الدائرة شنو كتساوي؟ هي بي إر كاري. شكون هي إر في هاد الحالة؟ لي كنعرفوها شكون هي إر؟ ها هي إر. شكون هي إر بالنسبة لا فونكسيون إف؟ صافي؟ بالنسبة لا فونكسيون إف، إر هي إلا كانت هادي هي تي هي إف دو تي، هاد إر هي إف دو تي، دونك كتساوي بي اف دو تي لكل اس اثنان. هاد ار هي اف دو تي لكل اس اثنان، وبالتالي فان المساحه ديال هاد السيكسيون هادو كاملين كيتغيروا بتغير تي. مثلا الى خديتو تي هو ا غادي يعطيكم المساحه ديال هاد السيكسيون، خديتو مثلا تي هو بي غادي يعطينا المساحه ديال هاد السيكسيون اللي كاينه في هاد
هاد لافاز الثانية خديتو تي اللي هي هذه مثلا كتساوي سي، غتعطيكم المساحة ديالها. قلنا أن الحجم هو المجموع ديال المساحات، مجموع المساحات كنعبرو عليه بالانتيغرال. وبالتالي فإن الفوليم ديال هاد لا سيكسيون هنا، الفوليم قاعدة فوليم أشنو غادي تساوي؟ هو تكامل من أ إلى بي ديال أش؟ ديال بي إف دو تي أو كاري دي دو تي، أو لا إف دو إكس أوسيتنان دي دو إكس. إذا هادشي اللي عندنا بالنسبة لحساب المساحة، كديرو هنا لا فالوغ أبسولي مزيان. بالنسبة لحساب الحجم دائما بي فوا إف دو تي أوسيتنان دي دو تي. هادي هادشي هادي كامل فوقاش، إلا قال لينا دورة كاملة أن تور كومبلي. ممكن نقول لك هو نصف دورة، إلا قال لك نصف دورة شنو غادي دير؟ غاتقسم هنايا على جوج. ممكن نقول لك ثلث دورة، هذا منحنى دورنا غير ثلث دورة حول محور الأفاصيل، بمعنى ماشي دورة كاملة. وبالتالي هو الحجم ديال هذا المجسم كامل نقسمو على ثلاثة، أو لا عشر دورة، واحدة على واحدة على عشرة. فهمنا؟ إذا ندوزو دابا للحل ديال التمرين. دائما مضروب كما كنا كنديرو سابقا في وحدة بالنسبة للمساحة، كنضربو في وحدة المساحة مزيان، حيت كنا كنحسبو المساحة. دابا غادي نضربو في وحدة الحجم ميو دو في. كيفاش كنحسبو ميو دو في؟ بنفس الطريقة كما كنحسبو ميو دو ا. ميو دو في هو المنظم ديال اي فوا المنظم ديال جي فوا المنظم ديال كا في هادشي كامل اللي حتاجكم هي سنتيمتر اوكي. فهمتي؟ سنتيمتر اوكي. اذا ندوزو هنايا للتمرين. ليسباس، اذا حيت كنهضرو على هاد الحاجه كنهضرو على ليسباس. ليسباس يوني دان روبير اوتونومي، بمعنى ان المنظم ديال اي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي المنظم ديال كا، كلهم كيساوي واحد، بمعنى ان واحد من في راه هي واحد سنتيمتر اوكي. سوا اف دو اكس ايغال اكسبونونسيال اكس، عندنا الداله هي اكسبونونسيال اكس. ديفينير سور اي لانترفال اي اللي هو ناقص واحد واحد، هاد الدلائل راه معروفه على هاد المجال. كالكولي لو فوليم دو سوليد دو ريفولوسيون انجندري او اوبتوني باغ لا روتاسيون المحصل عليه انطلاقا من دوران منحنى الدلائف على المجال اي. صافي، لا روتاسيون دو سي دو اف سور اي اوتور دو لاكس دي زابسيس ان تور كومبلي. ممكن نقول لك ان تور اكزاكتومون، ولا ان تور كومبلي، ولا ان دومي تور اكسيتيرا كيما قلنا سابقا. هنا شنو غندير باش نحسبوا هاد الحجم هنا؟ اذا عندنا واحد مي في، قلنا بروميامون ان مي في اش كتعوي؟ هي المنظم ديال اي والمنظم ديال جي والمنظم ديال كا. دونك هنا عندنا اورترومي، بمعنى كلشي كيساوي واحد، بمعنى كتعطينا واحد سنتيمتر اوكي. قلنا لانتيغرال من ا بي، شكون هي ا في هاد الحالة؟ عندنا هي ناقص واحد، بي شكون هي؟ هي واحد. إذا عندنا لانتيغرال من ناقص واحد لواحد ديال بي اف دو تي او كاري دي دو تي، اش كيساوي؟ عندنا تكامل من ناقص واحد لواحد بي، شكون هي اف دو تي؟ لاحظوا اف دو اكس كيساوي اكسبونونسيال اكس، اف دو تي راه هي اكسبونونسيال تي، اكسبونونسيال تي، ولكن الكل استثناء دي دو تي. غتعطينا تكامل من ناقص واحد لواحد تي، هادي اكسبونونسيال دو تي دي دو تي. كي لي لا بريميتيف دو اكسبونونسيال دو تي؟ La primitive de l'exponentielle de t, c'est 1 sur 2 exponentielle de t. Il y a la primitive de la vie, il y a p, à la ligne exponentielle de t. Maintenant, il y a p. Et dans le il y a p à la juge, à 1000. Il y a un nombre de 1. C'est exponentielle 2 moins exponentielle moins 2. Il y a p à la juge. عامل اكسبونونسيال 2 موان 1 سور اكسبونونسيال 2. ممكن هنايا نوحدو المقام، تعطينا بي على جوج او او كاري تولي او على بيسونس 4 موان 1 سور او او كاري.
إذن هذا هو حساب ديال هاد الانتقال هذا. إذن الحجم V دو S دو سوليد دو ريفولوسيون غادي يكون هو A سور 2 إكسبونونسيال 4 موانز 1 سور E أو كاري سنتيمتر أو كيوب. سوبوزون مثلا قال لي هذا المنظم ديال إي كتساوي 3، كنت غادي نضرب هنايا في 3 أي 3 سنتيمتر أو كيوب تعطيني النتيجة. مزيان. سوبوزون قال لي بغينا عندنا أن دومي تور، إذا شنو كنت غادي ندير هنايا؟ قلنا غادي نقسمو هنايا على جوج، بمعنى في دو إس 1 سور 2، بمعنى النصف ديال هاد المجسم هذا شنو غادي يكون؟ إذا قسمنا هذا على جوج غادي تولي هنايا بقي على 4، دونك تعطينا 1 على جوج فوا في دو إس اللي هي بقي على 4 عامل أو على بيسونس 4 موانز 1 سور أو أو كاري سنتيمتر أو كوب سنتيمتر أو كوب وحدة الحجم. إذن هنايا غادي نكونو سالينا الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.